الثلج يقولون نشيبه ما مثل الثلج هذا هذا نفس الثلج ما شاء الله. اللهم بارك. اليوم جمعة رايحين جبة، ما نصلي الجمعة إلا بجبة. تعالي ما شاء الله. هني الله مصحاب المنطقة هاي. أعتبر قريب لجبل مطحن، مش إنه بعيد. يا رجلي هذا يعني مقطع فيديو نخصه لمناظر جبل مطحن. يعتبر هذا هو مش من مناظر جبل مطحن، يعتبر هذا من جوار جبل مطحن. هذا هو يعني قريب لجبل مطحن، هذا الشلالات والمسموح يعني نهاية الفاصل بيننا وبين أصحاب جار. هذا السيل النف ما شاء الله. اللهم بارك. احنا دي نضحي ودي نسرع نشي نصور لها البلاد، نصور لها السيول والشلالات. ها ما شاء الله ما شاء الله. هذا مقطع خاص، هذا مقطع فيديو خاص لمناظر جبل مطحنة. ما شاء الله، يعني هنا الخضار وهنا السيول، يعني ما شاء الله. اللهم بارك. يعني محروم اللي هو يعني بعد المال والتجارة، المال والتجارة يعني ما ريحش على نفسه دل السنة كده، مرة البيئة ستفنى وكل شيء يفنى. أنت تموت التموت وانت جالس عابد للعبد عبد الدينار. يقول رسول تعيس عبد الدينار تعيس وانتكس. يا أخي إن نفسك حق، يعني ما شاء الله. أي على نفسك وعبدك الله وهمك آخرتك. احنا الحمد لله دي ندرس ودينا صلي ونصوم والرزق يجي ما شاء الله، رزق ربي تسخره ومكتوب مكتوب مكتوب لك يجي. أما تجعل همك وحسك وعقلك كله في الدنيا، يعني اليوم بيعك بكذا اليوم ما بيعك في اليوم، يا أخي توكل على الله وربك يسخر الرزق ويسخر لك رزقك مكتوب مكتوب. لا تهم، أهم شي الدين هو منك. صليك اليوم جماعة، اليوم حافظك على صلاتك، اليوم زيدك سنن من الله بعد الصلاة قبل الصلاة كذا، هم هذا الشيء. أما الرزق والله أنه يجي لك. هذا المقطع أظن قادر يكفي.